وانت واقف في فايل اكس ام ال تمام، اعمله وانت واقف في جافا كلاس. خلاص انا كده هقفل، نجرب نعمل بقى هنا ران. اوكي فتح، نكتب هنا هو راح للاكتيفيتي التاني صح؟ بس انا ما عملتش شغل الداتا؟ طيب ليه ما عملتش شغل الداتا؟ لسه ما عملناش ايه؟ انا عايز الناس تتشجع معايا وتعيش ليه؟ في الاكتيفيتي التاني ما عملتش الكود اللي هو هيعمل لي شغل الداتا تمام صح كده؟ اوكي يبقى حاجه هنا في الاكتيفيتي التاني بتاعي اللي هو السكند اكتيفيتي، انا اوريدي عملت كرييشن للتكست فيلد بتاعي بس انا لسه ما حطيتش فيه الداتا بتاعتي. طبعا انا عشان احطها هحطها ازاي؟ المفروض بستقبل عندي الباندل اللي انا جاي بيها صح؟ وبعد كده باخد منها اللي انا عايزه باستخدام الكي وورد اللي انا اوريدي كنت بعرفه. طب هستقبل الباندل بتاعتي ازاي؟ هستقبلها برضو بانبوت. اوكي؟ ممكن تديله نفس الاسم تمام او تديله اي اسم تاني مش مشكله، بس هديله هنا نفس الاسم عشان يكون متعرف في المكان الاول والتاني بيها. بقول له هنا get intent، استقبل الانتنت ده بعد كده دوت هو كده استقبل الانتنت ده. اوكي طيب عايز اخد من الانتنت ده الباندل بتاعتي صح؟ طب هو انا عايز اخد ايه من الباندل بالظبط؟ انا حطيت فيها داتا واحده بس، فدي يقول لي باي ديفولت دي اللي انا محتاجها. طيب هي الداتا دي نوعها ايه؟ سترينج. طيب حلو قوي، يبقى انا هنا هعرف فاريبل من نوع سترينج. ايكوال ايه؟ ايكوال اي دوت جيت اكسترا. جيت ايه؟ جيت اكسترا يعني الاي جيت اكسترا. جيت اكسترا دي هياخد كل اللي في الباندل. كده بقى معانا باندل دلوقتي، فاضل ان انا اخد ايه؟ اختار منها الداتا اللي انا عايزها، يبقى هقول له جيت اكسترا دوت جيت سترينج. بس هنا لو بصينا على جيت سترينج فيها ايه؟ فيها بارامتر واحد بس. البارامتر ده هيكون ايه؟ هيتكتب فيه ايه؟ الكي وورد بتاعت الداتا اللي انا عايزها صح كده؟ حلو، يبقى لما اجي كده اختارها، هو انا كنت كاتب الكي وورد هناك ايه؟ كنت كاتبها كي وورد. اوكي يبقى انا بس كل اللي هعمله برضه هنا هكتب كي وورد. طيب حلو قوي، فاضل بما ان انا استقبلت الداتا احطها في التكست فيلد بتاعي عشان تظهر صح كده؟ يبقى اقول هنا تكست فيو دوت سيت تكست اسم الفاريبل بتاعي جيت داتا. تمام كده؟ ما تقولش حاجه كده ناقصه بقى خلاص، المفروض كده يشتغل كويس. اوكي لو ما اشتغلش يبقى مشكله في هنا ناخد من هنا نشوف فيه. اوكي هطلع بقى شيء. اوكي نكتب هنا في العصر اوكي وحط الداتا بتاعتي كده اشتغل؟ اوكي عظيم قوي. طيب لما نيجي نستخدم الزرار باك هنلاحظ ايه؟ ان هو بيرجع للاكتيفيتي اللي قبليه. اوكي هو اتعمل له هنا ايه الاكتيفيتي الاولاني لما انا اتقلت للاكتيفيتي الثاني؟ اتعمل له ستوب ولا بوز ولا ستوري؟ اتعمل بوز. بدينا لما جت
بقيه الداتا بتاعتك لسه موجوده صح؟ ما اتمسحتش. عظيم جدا. طب لو انا عايز بعد ما اتنقل للاكتيفيتي الثاني مش عايزها خلاص، عايز لما ادوس على باك يقفل لي الابلكيشن بتاعي، مش الابلكيشن مكون من تو اكتيفيتيز، لما انا اتنقل من ده وبعد كده اقوم شايل ده مسحه وادوس باك هيرجع على ايه؟ هيرجع على الابلكيشن، على هو هيخرج بقى بره السكرين في الايه؟ في الجريد فيو بتاع مجموعه الابلكيشن اللي بتبقى ظاهره عندي في المين. اوكي؟ فانا بالتالي هنا لما اعمل ديستروي ده هخرج. طب انا بعمل ديستروي ازاي دي؟ مش لازم تعمل كل الفانكشن اسمها ديستروي، انت بتندم عليه ميثود اسمها فينش. اسمها ايه؟ فينش. فينش دي انا بستخدمها امتى؟ وانا رايح للاكتيفيتي التاني. لو انا كتبت فينش وانت بتكتبها اتعود دايما تكتبها بعد ما تخلص كل حاجه وتكون جاهز انك تتنقلها. اوكي؟ ما تصدمهاش، يعني مثلا ما ينفعش تكتب فينش قبل ما يعمل لود او ما ياخد الداتا اللي موجود عندي في الباندل، لان لو كتبتها ساعتها هيعمل فينش تمام وما يروحش. تمام؟ هنشوف هنا بتتعمل ازاي الموضوع ده. هنرجع هنا للميل اكتيفيتي بتاعي. قلنا هنا لما بدوس على البوتون ده هيروح على الاكتيفيتي الثاني بس بعد ما ياخد الداتا. طيب انا هنا المفروض لما بوصل للاين ده اللي هو ستارت اكتيفيتي اللي هو ايه؟ اللي هو بيجي من انتنت. ساعتها هيقوم رايح لايه؟ للاكتيفيتي الثاني. بعد كده المفروض بعد الفينش بتاعتي انا خلاص مش محتاجه، هو هيروح وبعد كده يعمل فينش لده. ساعتها هيقوم رايح هناك. اوكي؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ هاجي هنا ادوس فينش تمام؟ هيعمل هنا فينش وبعد كده يقوم رايح هناك. طب هل هي المفروض تتكتب قبلها ولا بعدها؟ مين الصح؟ بعدها. بعدها؟ اوكي. تعالوا نجرب كده نشوف. نشوف مش عارفين ايه هيحصل. اللحم ده مش رز بيطلع، ده المفروض بسبب بيعمل بايب مع الانترنت، فهو اصلا دي مش شارك الانترنت. بس هنبتدي هنا نغير اي حاجه بقى. سيت داتا راح صح؟ ما عملش. طب عمل فينش للابي ولا لا؟ تعالوا نعمل باب ونشوف هل هيرجع له ولا هيخرج بره خالص. لحظة أنا أكبر، يبقى هو كان موجود لما دوست باك مش موجود، يبقى هو رايح عمل فينش وبعد كده راح صح كده؟ تمام. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا عندي في الكومبايليشن بتاعت الكود بتاعي لما بيجي يعمل له كومبايليشن هو بينفذ لاين باي لاين صح؟ حلو قوي. بيروح ينفذه وبعد ما بيخلصه بيقوم رايح على اللي بعده. فهو بالتالي هنا هو هنا هينفذ ده صح؟ هو رايح هناك اه بس هيكمل بيت الكود بتاعه هنا. فالكود بتاعه هنا ايه؟ لسه فيه ايه؟ لسه فيه كود، لسه فيه ميثود بتقول له فينش. فينش ايه؟ فينش اللي انت كنت فيه اللي هو اسم الكلاس بتاعي. تمام؟ واضحه كده؟ لو كنت خليتها قبل لو تعال نشوف ايه اللي هيحصل. راح تعالى ارجع. اوكي اشتغلت صح كده؟ يبقى في مشكله انك تنفذ دي او دي. ليه برضه؟ احنا قلنا الكومبايليشن ايه اللي بيحصل؟ بينفذ ده صح؟ بس هو هينفذ ده بعد كده هياخد الداتا بتاعتي يقوم كده ورايح بيها هناك. ايه ايه اوكي فاضل ايه تاني؟ ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص ان احنا نأد ريسورسز عندنا صوره او صوت او فيديو. اوكي؟ عايز مثلا اضيف عندي صوره ازاي؟
اتعود دايما ان اي ريسورسز عايز تضيفها عندي لازم يكون الاسم بتاعها برضه سمول ليترز، ما ينفعش تضيف حاجه كابيتال ليترز. اوكي، دي الطريقه اللي هو بيقرا بيها عن طريق الرود دايركت اللي هو اندرويد مينا حسن. فانا مثلا هنا افترض ان انا عايز اضيف صوره، كل اللي بعمله ايه؟ باجي هنا في الريسورس، تمام؟ الريسورس هنا لما اجي ابص في اي فايل من دول هو في دبي ديفولت حاطط فيه صورتين، ايه الصورتين دول مثلا؟ تعالى نفتح اي واحده فيهم، ده جاست بس العدسه اللي هو السيرش ايكون بتاعتي. تعالى نشوف ايه الصوره الثانيه اللي موجوده فيه. دي الايكون بتاعت الابلكيشن اللي انا اوريدي بعرفها في الاول خالص وانا بكريت البروجكت بتاعي، تمام؟ وتبقى انا بديها الشكل بتاعها ايه، هي بتتحط هنا في المكان ده، تمام؟ لو جينا نبص على طريقه التسميه بتاعت الصورتين دول هنلاقيهم ان هما سمول ليترز، ماشي؟ ولو فيها سبيشال كاركترز اتس اوكي، مفيش مشكله، بس تعود دايما هي تكون ايه؟ اي سمول كاركترز. عايز تضيف صور ثانيه، تمام؟ كل اللي هتعمله جاست هتجيب الصوره دراج وتروب عندك المكان ده، يعني مثلا كده مثلا عايزين ناخد الصوره دي او دي. اوكي، بس اتاكد دايما ان ايه، ان الليترز سمول. فكل اللي هعمله هقوس هنا كوبي، اجي هنا اقف المكان ده واعمل بيست. في مشكله؟ ضفع عادي خالص. طيب تعالوا مثلا نغير في التسمية بتاعت الصورة دي، نخليها مثلا كابيتال ليتر في الأول ونيجي نضيفها جاست كوبي وبعد كده بيست هنا. طلع عندي ايرور، بيقول لي ايه؟ بيقول لي انفاليد فايل نيم، النيم مكتوب غلط، ما ينفعش تستعرضه. وبالتالي اتأكد دايما ان ايه، ان اي حاجة بتضيفها تكون سمول كاركتر. طيب كده احنا ممكن نضيف اي صوره بشكل طبيعي. طب انا مثلا عايز استخدم بقى الصوره دي في ان هي تكون مثلا باك جراوند عندي في الانترفيس بتاع اي ابلكيشن من الابلكيشنز دي، لو عشان اخليها باك جراوند عندي بروح على الاكس ام ال فايلز بتاعت اللاي اوت او بتاعت اليوزر انترفيس عندي. فانا مثلا حالي هنا في الاكتيفيتي مين بتاعي، تمام؟ حالي هنا في الاكس ام ال بارت في اللاي اوت اللي انا فيها، تمام؟ انا ممكن يكون عندي اكتر من لاي اوت وعايز كل لاي اوت يكون ليها باك جراوند خاصه بيا. فبما ان انا هنا شغال على لاي اوت واحده بس وداري السكرين كلها، فانا هنا جوه التاب او جوه المكان بتاع اللي اوت اللي انا شغال فيها هكتب الكود بتاع ايه الباك جراوند. فانا هنا مثلا هكتب اندرويد بعد كده باك جراوند، حاطط هنا ايه اوريدي ايه متحرفه. هعمل هنا ايه؟ هديها الباث او الادرس بتاع ايه؟ بتاع الصوره بتاعتي. ازاي؟ لو دوست هنا كنترول سبيس هلاقي مجموعه من الاوبشنز اللي بتظهر. اوكي؟ كل حاجه ليها علاقه بنوع معين من اللي موجود في الار كلاس. فاكرين الار كلاس اللي هو بيبقى اوريدي اوتو جنريت وانا ما بعتش فيه اي حاجه؟ اوكي، هنا المفروض الاي دي هو ايه؟ الاي دي ده اللي هو فيه الاي دي بتاع كل الكومبوننتس اللي موجوده، تمام؟ اللاي اوتس اللي هي اللاي اوتس اللي اوريدي موجوده عندي. بعد كده ان شاء الله لما ناخد المنيوز هنقدر ندخل على اي منيو موجوده وهكذا. السترينج ايه السترينج ده؟ لما كنا بنعرف ان احنا عايزين نحط تكست معين موجود عندي في اليوزر انترفيس، كنا بنقول مثلا بدل ما بنكتب الفاليو بتاعته مثلا هلو وورلد او وات ايفر، كنا بندي له الايه الفاريبل، اسم الفاريبل، وهو بيطبع لنا الايه الفاليو بتاعته. فهو هنا في السترنج ده كان بيعرف فيه كل الفاريبلز عندي اللي انا اقدر استخدمها عشان اطبع منها الفاليوز. اوكي، اللي يهمني ايه في ده كله؟ بما ان انا شغال في الباك جراوند او عاوز اشتغل على صور، حاجه اسمها دروب، تمام؟ دروب دي جواها كل الباص بتاعت الصور اللي هي متسيبه عندي. اوكي، فانا هنا هختارها
تمام. اجي ادوس هنا كنترول سبيس الاقي كل ايه كل الصور اللي موجوده عندي. دي الصوره اللي انا عملت لها اد من شويه، دول اصلا صورتين اوريدي موجودين عندي تمام. فانا هنا مثلا هخليها الصوره اللي انا عملت لها اد، نيجي هنا في الجرافيك اللي هي بتاعتنا هلاقيها بقت عندي ايه باك جراوند اوريدي موجود تمام كده. لو عايز بقى اخليها كلر، انا عايز اخلي الباك جراوند مش صوره، عايز اخليها كلر، ساعتها بنكتب الايه الهكسا ديسمال نمبرز. على ما اعتقد انا هي كانت بتتكتب كده دي كانت تقريبا اللون الاسود تمام. الهكسا ديسمال نمبر بتاع اللون الاسود تمام بيتكتب بالشكل ده، مش لازم تكون حافظه، انت ممكن تدخل على جوجل وتدور على اللون بالهكسا ديسمال، ساعتها هيطلع لك كل ايه كل الكلرز بالهكسا ديسمال نمبر المقابل ليها، وبالتالي انت عايز تخلي الباك جراوند لون معين جاست ايه ادي الهكسا ديسمال نمبر بتاعه في المكان ده، بيبقى عباره عن الكاركتر دي وبعد كده ايه ست ارقام جنبه تمام. بس خد بالك انك لو هتشتغل باللون الاسود يبقى لازم تغير اي تكست بيكتب جوه، لان هو باي ديفولت بيكتب باللون الاسود، ولو انا عامل باك جراوند باللون الاسود هيبقى موجود بس مش حاجه اوكي. فانا مثلا اخليها كانت زي ما هي درو كونفيوزد واعمل سيف كده. انا عملت اد لفوتو، طيب مش عايز اعمل اد لاوديو اوكي. بسيطه برضو بنفس الطريقه بتاعت الايمج، بس عشان الاوديو مختلف ان هو بيبدا وينتهي، مش بيبقى ستاتيك زي ما احنا شايفين مثلا في الايمج بتبقى موجوده في الاكتيفيتي على طول، فده بيبقى ليه طريقه مختلفه بتبقى معتمده برضو ان انا كود جوه الجافا كلاس. انا زي ما شفنا هنا في الصوره انا بضيفها جاست عادي في الايه في الاكس ام ال من غير ما احتاج اي ايه اي اوبريشن جوه الجافا كلاس بتاعتي صح؟ اما في الاوديو بحتاج ان انا ايه اد اوبريشنز جوه الجافا كلاس. ازاي بعملها؟ كل اللي هعمله هاجي هنا مثلا هعمل نيو فولدر جوه الريسورس عشان اد فيه الميوزك بتاعتي اوكي. هسميه رو مثلا فينيش كل ده بيحصل طب صح؟ أوي أنا بعمل إيه فولدر مش بعمل بروجكت. طب احنا بما ان هو اللاب سيكن مني ما اعرفش ايه السبب كويس اهو اشتغل شفت اتش بي وكده ازاي. طيب في رو فولدر ده انا هحط فيه الميوزك بتاعتي برضه هتبقى سمول ليترز. انا اوريدي كنت حاطط سونج يعني ريسورس كنت بس عاملها كوبي بيست بس هاجي هنا في الروم واقوم عامل ايه؟ واقوم عامل بيست اوكي. بقت موجودة عندي هي الصوت محللين محللين بي 3 والاستنشن بتاعها بي 3. عايز اشغلها لما ادوس على البوتون ده اوكي. يعني انا هاجي هفتح الابلكيشن بتاعي مفيش اي مشكلة، بحط الداتا بتاعتي واقوم لما ادوس على البوتون ده يروح على المكان ده يعمل لي شغل الداتا ويشغل لي السونج بتاعتي اوكي. عظيم قوي. يبقى شغلنا هيبقى معتمد او متركز في البارت ده اللي هو ايه السكند اكتيفيتي بتاعي تمام. يبقى هنيجي هنا في السكند اكتيفيتي، احنا مش محتاجين بقى خلاص اليوزر انترفيس الاكس ام ال لا ولا لا،
السكند اكتيفيتي اهو حكالي حاجه اسمها ميديا بلاير. بقول هنا ان السونج بتاعتي هتكون جايه من كلاس اسمه ميديا بلاير. كرييت كرييت ايه؟ كرييت السونج بتاعتي. كرييت ميزو كرييت دي بتاخد تو بارامترز. اول بارامتر الكلاس اللي انا فيه او الكونتكست اللي انا فيه، ممكن اكتب زيست او ممكن اكتب اسم الكلاس بتاعي او جيت ابلكيشن كونتكست وات ايفر، مش مشكله. انا مثلا هعمل هنا جيت ابلكيشن كونتكست. اوكي هنا بعمل ايه؟ هنا زي ما كنت بكتب الكلاس بتاع الصوره برضه انا هكتب الباس بتاع ايه؟ بتاع السونج بتاعي. فانا هنا مثلا هقول ار دوت رو. انا عندي هنا الفولدر اللي انا كنت عامله كنت مسميه رو، فهو هنا بقى دلوقتي انا هقول هنا رو دوت ايه دوت سونج. انا اوريدي اصلا حاطط السونج واحده، لو عندي اكتر من سونج برضه هيظهروا لي. تمام كده دلوقتي حطيت السونج بس ما عملهاش ستارت. فانا هنا محتاج ايه؟ اقول ماي سونج دوت دوت ماي كابتن. اها مش المفروض اه صح، انت معاك حق. في الكلاس بس اول كاركتر بتبقى كابتن. فهي هنا ماي ايه؟ والديفينيشن بتاعها فوق. والديفينيشن اوكي. تمام دوت ستارت. في ستارت وفي ستوب. اوكي؟ وانا هنا مثلا هعملها ستارت. كده المفروض لما اروح اكتيفيتي تاني هيحصل لها ايه؟ اشتغل. اوكي؟ طيب تعالوا نعمل رن. بس قبل ما نعمل رن عايزين نوضح حاجه، ان انا المفروض هخلي السونج بتاعتي تشتغل بس هنا هخليها توقف، مفيش حاجه، وبالتالي انا عايز اوقفها. طب انا عايز اوقفها مثلا ازاي؟ ممكن عادي باي بوتن موجود عندي ادي هنا بوتن تمام، وساعتها هيخليها توقف. او انا عايز السونج تفضل شغاله لحد ما اطلع من الابلكيشن، لحد ما اطلع من الاكتيفيتي ده تمام. فانا ساعتها عايز اديله امر وانت طالع من الاكتيفيتي ده اللي هيحصل ستوب، اعمل ستوب للسونج بتاعتي. اوكي طيب هو انا امتى او في انهي ميثود بطلع من الاكتيفيتي بتاعي وبروح اي مكان تاني؟ فينيش. فينيش بتعمل بتمسحه كله. اوكي ستوب، لا في حاجه قبل ستوب بوز. هو انا مش احنا قلنا ان اي اكتيفيتي لما بتتنقل من مكان او لما انا بتنقل من اكتيفيتي لاكتيفيتي تاني اول ميثود بيدي لها هي بوز، بعد كده ممكن يعملوا ستوب او ديستور تمام. بس لازم يندي على ايه اول حاجه؟ بوز تمام. فبالتالي هنا لما انا هعمله بوز ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيعمل ستوب للسونج بتاعتي. فانا هنا محتاج اندر على الميثود اون بوز تمام. هطلع هنا بقى بره الميثود بتاعت اون كرييت بتاعتي خالص. ده هنا الاند بتاع اون كرييت، هاجي هنا تحت كده هكتب اون بوز. هي اوريدي عشان متعرفه او بيلت ان فانكشن، هو اوريدي هنا معرفها تمام. ودي برضه الدوكيومنتيشن بتاعتها اهو، هنا بيقول لي هولد از بارت اوف اكتيفيتي لايف سايكل تمام. هو ان ان اكتيفيتي از جوينج انتو ذا باك جراوند، هو هيروح الباك جراوند او هيختفي من قدامي تمام، ويظهر لي اي حاجه ثانيه. اوكي وبعد كده بقى وات ايفر هاند على ميثود اون ستوب او اون ديستروي، ويقوم مسحه كمان من ايه؟ من الباك جراوند. فانا هنا هاند هكتب ايه؟ اون بوز تمام. هاجي جوه اون بوز هنا هعمل ايه؟ هقول ماي سونج دوت مش ستوب. ستوب هو هيعمل ستوب للسونج بس مش هيشغل. يعني ايه؟ يعني كاني بالظبط وقفت السونج
بس هو دي لسه موجوده تمام. انا ما عملتلهاش ريليس، انا عايز اشيلها خالص. فهنا انا مش بعمل لها ستوب، انا هنا بكتب ايه؟ بكتب ريليس تمام. في ريسنت ان انا ايه اقدر اشغلها خالص، بس انا هعملها هنا غير ريليس. فانا كده ايه عملت ريليس للريسورس الثاني ده. انا اي ريسورس بعملها ريليس مش بعملها ستوب. اوكي ودبرك النقطه دي كده خلاص. المفروض في اون بوز يبقى انا سايب. اللي هيحصل بعد ما اخلص هنا واجي اخرج هيقوم ايه خارج وموقف السمت عندي تمام. دايما الباك جراوند اللي بيحصل عندي هكتب ايه؟ هكتب ماي نيم. اوكي سون بما ان انا عملت لي ابلكيشن لوحدي. طيب انا عايز اخرج من الـ من الـ من الـ من الاكتيفيتي بتاعي. دوست على الباك بوتون راح على مس الاون بوز عمل ريليس السونج بتاعتي اللي اوريدي كانت شغاله وبخارج. اوكي لو انا ما كنتش عملت ريليس ليها كنت هخرج والسونج تفضل شغاله تمام. دي طبعا تبقى مصيبه، انا عايز اوقف الابلكيشن بتاعي. اسكت الموبايل عمال ايه عمال يجري. اوكي كده يعتبر انا خلصت الاجنده بتاعت النهارده. طيب ان العدد قليل فاحنا يعتبر انجزنا في وقت ساعه كام اصلا؟ 11 ونص. 11 ونص يعني لسه قدامنا نص ساعة. جميل قوي. هل في حاجة عايزين مثلا تراجعوا عليها؟ الأساينمنت، مشكلة في الـ SDK، أي حاجة من دي؟ لأن أنا مش هقدر أدخل في أي حاجة أكتر من كده عشان برضه في ناس لسه كتير ما جاتش النهاردة بسبب الجو وكده، فعشان برضه ما يكونش إيه فاتوا كتير. أوكي؟ فلو في أي حاجة ممكن نتناقش فيها دلوقتي، أو لو في مثلا حد عايز يعمل حاجة معاك. الأدرون هنا فيست. اوكي ماشي. بص ثانية واحدة عشان كان في مشكلة اني انا كنت ممكن الاندرويد مانيفست. هو ايه اصلا الاندرويد مانيفست؟ ده بيكون الروت دايركتري بتاعك اللي موجود عندك في الابلكيشن. لازم الابلكيشن بتاعك يكون في واحد بس اندرويد مانيفست، بيبقى اسمه زي ما بقول لك الروت دايركتري، بيتكتب XML. هو بيكون اوتو جنريتد بس انت ممكن تموديفاي فيه حاجات معينه عشان تعمل كومبوننتس. بستخدمه عشان ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعرف الابلكيشن بتاعي على الاندرويد اوبريتنج سيستم. دي وظيفته الاساسيه. بيكون في ايه؟ بيكون في انفورميشن محتاجه الاندرويد سيستم على الابلكيشن زي النيم بتاعه او الايكون او البرميشنز اللي هيحتاجها. بيكون في ايه؟ بيديسكرايب الكومبوننتس اللي موجوده عندي اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا النمبر اوف اكتيفيتيز اللي موجوده، لو في سيرفيسز، كونتنت بروفايدر، بودكاست ريسيفر، وات ايفر. اوكي؟ بيديسكرايب ايه تاني؟ بيديسكرايب البرميشنز بتاعت الابلكيشن. كويس احنا ما اتكلمناش النهارده عن البرميشن، زي ممكن نلاقي برميشن للابلكيشن. البرميشن زي ايه؟ زي ما كنا قلنا ان من احد مميزات الاندرويد السكيورتي اللي موجوده فيها الهاي سكيورتي، ان انا ما احب اقاد او استخدم ريسورسز موجوده في الموبايل عندي زي مثلا بلوتوث او واي فاي او الانترنت اكسس او وات ايفر. انا ببقى عايز ايه؟ ببقى عايز اخلي الابلكيشن ليه برميشن انه يقدر يستخدمها. لو مش عامل اد للبرميشن ده وانا بعمل ديفلوبمنت، ساعتها ايه؟ ساعتها لما اجي استخدم الابلكيشن واجي اطلب اقول له استخدم مثلا بروتوس، مش هيقدر يستخدمه ويطلع لي فورس كلوز او يقول لي ان في ايرور.
لان هو مش واخد بيرميشن من الاندرويد سيستم. تمام، اللي هو الاندرويد سيستم بيجي يقرا الاندرويد بيانات ديسك. يعني مثلا هو بيجي هنا تمام بيقرا الكود ده، لو لقى البيرميشن موجود هنا يبقى ساعتها هيسمح للابلكيشن ان هو يوز مثلا البروتوس. لو ما لقاهوش يبقى ساعتها هيقول لك ان في ايرور ومش هيشتغل. اوكي، عشان كده لما هتيجي تعمل انستول لاي ابلكيشن اندرويد بيقول لك وهو قبل ما يعمل انستول ان هو هيوز البيرميشنز دي. اوكي، خد بالك من النقطه دي. طيب لما تيجي تتعرف على الكومبوننتس او التاجز بتاعته عباره عن ايه، لما تيجي تبص هنا هتلاقي ده اسم ال.example.activity، ده اسم الباكج نيم بتاعتك بتاعت الابلكيشن تمام اللي هي بيبقى جواها جافا كلاسز. عندك هنا بيقول لك المينيمم اس دي كي فيرجن، انت عندك هنا مكتوب 8 اللي هي الدي بي اي بتاعتك. انا لما كنت طلبت قلت انزله 2.2 اللي هي في مقابلها هتبص جنبها كده هتلاقي مكتوب اي بي اي 8. اوكي، فهنا بيقول لك ده اللي هي شغاله عليه او المينيمم بتاعها. هنا الايكون، ايه هي الايكون؟ الايكون هو لما بتعمل انستول ابلكيشن بيبقى ليه ايكون اللي انت بتفتح بتدخل منها الابلكيشن، فده الصوره بتاعت الابلكيشن من دراجون زي ما كنت بقول لك قبل كده في الباك جراوند بنجيبها من دراجون تمام، وده اسم الصوره. هنا الاب نيم من سترينج ده اسم الابلكيشن نفسه. اوكي، بعد كده عندك البورت ده او السكشن ده من اول اكتيفيتي ده وهنا كده، ده الاكتيفيتي اصلا ودي متعرف عندك باي ديفولت بيحصل جنريشن لاكتيفيتي واحد بس لما بتعمل ايه؟ بتعمل نيو بروجكت. فانت عندك اوريدي جوه الاندرويد مانيفست او الابلكيشن ده مكون من وان اكتيفيتي بس. ايه هو او ايه الكومبوننتس بتاعته؟ عندك النيم ده هو اسم الجافا كلاس اللي انت شغال بيه، بيكتب كده دوت مين اكتيفيتي كيس سنسيتيف. اتاكد دايما وانت بتكتب اسم الجافا كلاس بتاعك سواء كريتو في عندك في السورس كود في الباكج بتاعتك. مثلا عملت الاول بتعمل دايما اول ليترز كاركتر، فكان لازم لما تيجي لازم برضه تعمل اول هنا ليتر كاركتر واول هنا ليتر كاركتر زي ما كانت هناك بالظبط. تمام، عندك هنا بعد كده حاجه اسمها انتنت فلتر، دي اللي هي الكور كومبوننتس بتاعت الاكتيفيتي اللي انا كنت وضحت ان كل اكتيفيتي بيبقى ليه انتنت خاص بيه اللي هو بيوضح الاكشن اللي بيعمله وبيوضح الكاتبه. تمام، فانت عندك هنا اللانشر. بص في الكاتيجوري احنا قلنا ان اي ابلكيشن بيكون فيه وان لانشر اكتيفيتي، واي اكتيفيتي الثانيه موجوده بتكون ديفولت، بس لازم يكون فيه ايه؟ يكون فيه وان لانشر اكتيفيتي اللي هو بيكون مثلا ممكن تسميه من اكتيفيتي ممكن تسميه وات ايفر، بس لازم يكون من نوع لانشر. لو انت عرضت كل الاكتيفيتيز عندك ديفولت ساعتها هيطلع لك يقول لك والله المفروض ابدا بانهي اكتيفيتي فيه. تمام، فبالتالي لو عندك هنا وان لانشر لو عملت اكتر من لانشر برضه هتطلع لك، فبالتالي انت عندك لازم يكون وان لانشر واي حاجه ثانيه ديفولت. اوكي، دي كانت تعتبر المانيفست اللي انت محتاج تعرفه كله عنه. فاضل بس الجزء بتاع البرميشن انا ما شرحتوش بس بشرحه دلوقتي، بس افهم برضه لو في اسئله تاني ممكن نشوفها. في اسئله يا جماعه؟ اوكي ماشي، تعالوا نتكلم عن البرميشن. انا بعمل الابلكيشن بتاعي وعايز اديله برميشن معين. اوكي، فانا هنا مثلا عايز اديله برميشن ان هو يوز البلوتوس او الانترنت او دوت، بغض النظر عن الكود اللي هيتكتب في الجافا كلاس نفسه عشان يستخدم الريسورسز دي تمام بطريقه ما which is complex شويه، بس لازم يكون عنده البرميشن. فانا عايز اديله البرميشن، اديله البرميشن ده ازاي؟ باجي هنا في الباكج فاكتور بفتح الاندرويد مانيفست. تمام، شايفين التابس اللي موجوده تحت دي؟ في حاجه منهم اسمها ايه؟ اوكي، عايز هنا اقل برميشن، هاجي هنا واقول يوز برميشن. اوكي، عايز برميشن ايه بالظبط؟ انا عندي ريسورس كتير جدا، فانا بختار هنا لما اجي اقف هنا كده هلاقي مجموعه من البرميشنز اللي ظهرت لي ان انا يكون مثلا عندي اكسس لحاجه معينه. تمام،
مثلا هنا في اكسس للواي فاي، اوكي، في مثلا اكسس لكونتاكتس او اكسس لبروتوز ان انا استخدم بروتوز او ايه تاني. في انا عايز اجيب الحاجات الكومون، في ان انا اعمل كول فورم، ابسط الحاجات اللي موجوده في الابلكيشن او في الاندرويد سيستم بتاعي ابسطها، برضو لازم اخد له بيرميشن عشان اديها سكيورتي. ان هو حتى عايز اعمل فون كول عن طريق استخدام ابلكيشن برضو لازم اخد بيرميشن، عايز اعمل اكسس على الكونتاكتس اللي موجود عندي لازم اخد بيرميشن، وات ايفر هي لازم اعمل بيرميشن. حتى الكاميرا، لو انا عايز استخدم الكاميرا، عايز ابعت اس ام اس زي ما قلت البروتوس، ايه تاني، او ان انا عايز اعمل بوينت للويب بيبر بتاعتي بتاع الابلكيشن بتاعي او بتاع الاندرويد بتاعي. في ايه تاني؟ هتلاقي حاجات كتير جدا، هتلاقي مثلا حاجات لللوكيشن بتاعك بيزد اون النفس، ان هو يستخدم اللوكيشن بتاعك عشان الابلكيشن ده مثلا هيعرف مثلا اشخاص تانيين ان انت في المكان ده وتبقى. فانا كل اللي بعمله ان انا هنا بحدد جاست اي حاجه منهم، اوكي، ومعامل كنترول اس، انا كده سيفت بقى عندي هنا البرميشن ايزر. عايز اضيف اي برميشن تاني او عايز اعمل ريموف لي، سيمبل عادي جدا، اوكي. ده كده الطريقه ان انا ممكن اعمل بيها ايه، اد برميشن للابلكيشن بتاعي. لما اجي بقى اعمل انستول هيقول لي ساعتها ان هو ليه برميشن لكذا وكذا وكذا وكذا، اوكي. كده دي الطريقه ان انا مش في حاجه تانيه، يعني انا ما بكتبش كود فيها، هو كل اللي انا بعمله. او انت عشان تستخدمها بقى بشكل معين لازم تبتديها كود، يعني مثلا البروتوس هتستخدمه ان هو مثلا هيعمل كونكت ما بين تو ديفايسز، فساعتها بتدخل في الجافا خلاص بتاعك وبتكتب الكود بتاعك. بس لو كتبت الكود بتاعك من غير ما تاخد البرميشن ده، يبقى ساعتها ولا كاني ليه اي لازمه الكود اللي انت كتبته. لما تيجي تستخدم الكود ده او يجي يمر عليه في الكومبايليشن هيقول لك ان في ايرور، اوكي. بس انا كده خلصت. بالنسبه لحل الاساينمنت، ممكن لو في اي حاجه يسالوني او يجوا يقولوا لي دلوقتي ما حلوش، ان شاء الله المفروض لو لسه ما دخلوش على الجروب او ما بعتلهمش الانفيتيشن يبعتوا لنا النهارده على البيج بتاعتنا الايميل بتاعهم از ا برايفت مسج، واحنا بعتلهم الانفيتيشن، وهي مطلوب منهم ان هم يحلوا الاساينمنت اللي هنزله المفروض النهارده والاساينمنت بتاع المره اللي فاتت، اوكي. لو في اي اسئله انت ممكن تستخدم جوجل عادي عشان بيساعدك في الحل، مش مشكله، بس المطلوب منكم ان تكون ايه؟ تحلوا، تمام؟ في اي حاجه ثانيه؟ ناقصه؟ طيب؟ احنا كده خلصنا، خلاص. اوكي، شكرا.